سانوج والحبة السوداء لا علاقة، الحبة السوداء لغيوها المغرب كتواجد فيه السانوج، هي اللي وصى عليها الحبيب عليه الصلاة والسلام، عليكم بالحبة السوداء فيها شفاء لكل داء إلا السام إلا الموت. هاد الحبة السوداء هي السانوج، باش نتأكدوا هي السانوج، هي الكامون الأسود. اش قال في الرسول عليه الصلاة والسلام بسمة شونيز، السانوج أو الشونيز أو الكامون الأسود أو الحبة السوداء هي السانوج، باختصار بالمغربية هي السانوج الأسود. طريقة السانوج، ما نساو الحبة ديال السعودية، هي وديك كف مريم عنساوها بلا ما يبقاو ياخذوها الناس، لأن هذيك ما عندها حتى شي اسم. عندي الاسم ديالها ما نقولوش دابا، من بعد نديروا عليها حلقة خاصة. الاسم ديالها ماشي الحبة السوداء أو حبة البركة ولا، كلهم هاد الأسماء في السانوج. السانوج باش يعطينا المفعول ونوصلوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، طريقة سهلة وبسيطة. السانوج إلا طحناه مع الناس اللي غادي يشوفوه، كاينين خبراء في الأعشاب، كاينين غادي يفهموا الهضرة ديالي. السانوج فيها زيت طيار، كاينين بودور اللي فيها زيوت طيارة، كاين مثلا الأعشاب اللي فيها زيوت عطرية إلى آخره، فين تنهضروا على السانوج فيها زيت طيار. هذاك الزيت الطيار ملي كنطحنوها، التركيز ملي كنطحنوها كنخليوها أسبوع، ونطحنو من بعد أسبوع نطحنو واحدة أخرى ونقارنوها كيتبدل اللون، هذه كتولي بيضة وهذه اللي كنطحنو جديدة كتبقى كحلة. يعني داك المفعول راه كاين في داك الزيت وسميتو كاين في الحبة اللي الله كتطحن. كيفاش الطريقة باش ناخدوها كعلاج؟ لأن دا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يطعن فيه حتى شي واحد، غادي ناخدو باش تبقى فيها مادة باش تبقى محافظة على داك سميتو اللي فيها المكونات اللي فيها، غادي نهزوها ونديروها في العسل مباشرة. صافي غنديروها في العسل مباشرة، شحال الكمية؟ غناخدو 20 غرام. فالعلاج كاين في القلة ما كاينش في الكثرة. مثلا نعطيو مثلا واحد تيقول خذ معلقة قبل الفطور ومعلقة بعد الفطور، معلقة بعد قبل الغداء ومعلقة بعد الغداء، ما تعطيش مفعول، لأن خاص دوك الخلايا والهرمونات والجسم يقرا ديك العشبة، إلا ما قراهاش ما يخدمش، ما تفاعلش مع الجسم كاع، واخا تاكل منها طون. إذا العلاج في القليل ماشي في الكثير. 20 غرام مطحونة تطحن في البلاصة، دار في نص كيلو ديال العسل. شحال خاصنا ناخذو؟ إلا حنا ناخذو نص معلقة صغيرة أحسن، ناخذو معلقة صغيرة من العسل والحبة السوداء، يعني مخلطين، تتسمى مربى الحبة السوداء. كاين مربى الزنجبيل، كاين مربى كل هذا، مربى الحبة السوداء. كناخذو ملعقة صغيرة ما تكونش مملوءة، كنديروها في كاس ديال الماء دافي، وكناخذوها بعد الفطور وبعد العشاء. تقول لي علاش بعد؟ علاش الناس كيقولوا قبل؟ دابا خلطناهم بجوج، كناخذو معلقة صغيرة، ولكن تكون عندك النية بأن وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما تكونش عاقايدها وصافي حتى باغي تصح، ما تصحش، خاصك تاخذها بنية بأن وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذا ناخذو معلقة صغيرة نخلطها في الماء دافي، كاس نشربوها بعد الفطور جوج مرات، بعد الفطور بعد العشاء. علاش بعد؟ علاش ماشي قبل؟ حيت كاين بعض الناس اللي كنشوفهم أنا في وصفات كيقولوا نديروا معلقة شربة عسل، شربة عسل ناخذوها ملي نوضوا على الريق. بزاف كاينين واعرين كاع بلا ما نذكرهم في الأعشاب، تنشوفهم أنا في قنوات وفي إذاعات وفي كذا كيهضروا على قبل. إلا دققنا مزيان غنلقاو بعد. علاش؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. واش ملي درنا العسل، درنا العسل في الماء ولا شراب ولا أكل؟ ولا شراب، يعني خاصنا نشربوه بعد الفطور وبعد العشاء، ويتسناو فوق 20 يوم عاد كيبداو يوصلوا للنتيجه اللي بغاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.